قادر يحد يقدروا في مباراة تسوق الروح الرياضية وتقديم محكم من قبل جمعية غالي مستقبل السلام أمام أنظار أنصار هنا أبناء حي حي السلام. حتى الفن حاضر معنا هنا في الرياضة وما أجمل أن يختلط الفن بالرياضة بصورة سفيان حمشة الذي شرفنا دائما بحضوره هنا بملعب حي السلام. كذلك السيد شافي قضاء شرفنا بالحضور هو الآخر. السيد جمال نائب رئيس بلدية بئر الجير هو الآخر يتقدم لمنح الميدالية للاعبين. عارف ان بالرجال كاين بزاف اللي جوا اللي صحابنا اللي ما تلاقيناهمش رانا نتلاقاهم في هذا شهر رمضان. الحمد لله ربي الدوره جات في اجواء ممتازه. نشكر المنظمين على هذه اللي يسهروا النهار والليل مثل فيصل المدير وكلش. او كيما راك تعرف توجور هذه الدوره تدي توجور عزيز بوالي معروف هذه اكثر من ميسي. رمضان مبارك ان شاء الله. دورة فازت كما ينبغي ان شاء الله. عيد مبارك من بعد ماشي دروك. دورة ما شاء الله فات كلشي مليح كلشي وفات فير بلاي ان شاء الله. كنت توجور كل عام ندوها ان شاء الله كل عام غير عندنا عام واحد خصنا اون فينال. الله يسلمك. نقولكم صحة رمضانكم. والله هذه الدورة أولا حاجة مليحة هي روح رياضية وثانيا احنا رانا نجيو نحضروا الحضور واجب علينا كلاعبين دولي سابقين. ونشكر مدير فيصل المدير على هذه الدورة وعلى المجهودات وماشي سهل على كل حال على هذه الدورات. نتمنى ان شاء الله تكون العام الجاي من احسن ان شاء الله.